آل الصدر من العوائل المعروفة بالعراق والمنطقة، واشتهرت هذه الأسرة بإنجابها لأدباء وفقهاء ومجاهدين كثيرين. وكان السيد محمد بن السيد حسن الصدر اللي أصبح رئيس وزراء العراق في العهد الملكي من أبرز وجوه هذه الأسرة الكريمة. انولد السيد محمد في عام 1883، ونعرف بتمسكه بالروح الوطنية العالية. ولما احتلت بريطانيا العراق جاهر بمعاداة الاحتلال، وكان في مقدمة صفوف المجاهدين. كان الإنجليز يكرهون هذا الرجل جداً، لأنه كان يفضل وطنه وشعبه على مصلحته الشخصية وما يجامل أحد. هذا الكره خلى مسبيل السكرتيرة الشرقية لدائرة الاعتماد البريطاني في بغداد توصفه بأنه ذو تقاسيم شريرة وشخصية مغمورة، مع العلم أن السيد متواضع ما كان يعيش في القصور ولا يحب البذخ. كان يعيش مثل أبناء شعبه في بيت بسيط جداً. وبسبب مشاركة السيد محمد حسن الصدر في ثورة العشرين طاردت القوات البريطانية فلجأ إلى ديالة. السيد الصدر في جبهات القتال مع البريطانيين كان يتقدم الثوار ويحمل بندقيته ولا يهاب الموت. نفاه بيرسي كوكس المندوب السامي البريطاني إلى خارج العراق عام 1922، لكن رجع إلى العراق عام 1924 وانتخب الملك لعضوية مجلس الأعيان، وفترة صار وزير المعارف غصباً على الإنجليز. بعد ما انتفض الشعب العراقي سنة 1948 ضد الاتفاقية مع بريطانيا، سقطت الحكومة وانقتل متظاهرين كثيرين يوم. العائلة المالكة قررت تهدئة الأمور، فاختاروا السيد محمد الصدر ليكون رئيس الوزراء، ووافق الرجل بعد ضغط الناس عليه. وخلال 6 أشهر حقق العديد من مطالب شعبه، فأطلق الصحف المعطلة وسوى تحقيق كامل حول المتظاهرين اللي انقتلوا في وقتها، وألغى الاتفاق مع بريطانيا لأنه مضر بمصالح العراق، وقام بالتأثير على الملك لحل مجلس النواب. ثم استقال ورجع إلى بيته البسيط في الكاظمية، لأنه ما كان يلهث وراء المناصب، وكان دائما يقول الشعب أولا. وما أحوجنا اليوم إلى رجل كالمرحوم السيد محمد حسن الصدر.